ولاية جندوبة تشهد نفوق عدد من رؤوس الأبقار بسبب مرض الجلد العقدي. معنا سيد أحمد رجب عميد البياطرة. سيد العميد أهلا وسهلا بك. يعطيك الصحة سي وليد، تحية طيبة ليك ولسي سفيان والمدام هيفا، وتحية طيبة لكل مستمعي اكسبريس اف ام. شكرا ليك، ونعرف لي انت واحد من المستمعين نتاع البرنامج، وهذا يسعدنا برشا. نتوجه لك بالتحية سيد لينا العميد. باش نسمعوكم، يعطيك الصحة. عايشك سيد العميد. شنو هي حكاية الجلد العقدي هذا؟ شنو هو المرض بالضبط؟ يعطيك الصحة سي وليد، أنا كنت تدخلت معكم في الصيف وقتها من اللي كان المرض، طلبتوني، مشكورين الإعلام وبصفة خاصة إكسبريس اف ام، خاطر طلبتوني وسألت وقتها، قلت المرض في الجزائر وشنو الخطورة على تونس، وقلت لكم راه هذا مرض عابر للحدود، وما دام في الجزائر يلزمنا نحضروا رواحنا. تو من بعد نقول لك كيفاش نحضروا رواحنا، راه ثم إمكانية كبيرة باش يدخلوا لتونس. علاش؟ كما قلت، على خاطر مرض عابر للحدود، هو مرض فيروسي ينتقل عبر النواقل، الذبان والبعوض اللي هما يتعدوا الحدود بسهوله. من بعد اول بؤره صارت في جندوبه، قلنا ردوا بالنا، يلزمنا نطبقوا القانون اللي هو القانون عدد 95 لسنه 2005 18 اكتوبر، اللي يقول لك كي الفصل 28 الامراض الخاضعه للتراتيب يلزمني نعمل حجر صحي باش ما تتسربش. الله غالب هذا ما صارش، وتو تصور انت في اود، كنا في بؤره تو اكثر من 60، ديجا البارح تكلمت في وسيله اعلام قلت 40، اليوم كي جيت نثبت لقيت وصلوا اكثر من 60، معناها راهو انتشار كبير. ما هيش كان جندوبه، راهم 9 ولايات ممسوسين راهو. وديجا كي تكلمنا ودخلت معاكم قلت يلزمنا نخدموا بصفه جديه باش ما يصير الناس كيما صار لنا مع الحشره القرمزيه وينتشر في البلاد كامله، وباش نحافظوا على ما تبقى من قطيع الابقار. الله غالب الاجراءات ما صارتش. تقول لي كيفاش عرفت الاجراءات ما صارتش؟ هاي النتيجه. النتيجه اكثر من 60 بؤره وتسع ولايات تمسوا. دونك بالنسبه لي ما ثم حتى اجراء صار. تصور انت من الصيف لتو وحنا نستنوا، هنا جبنا الفاكسا، هنا باش نلقحوا الفاكسا، راهي وقايه. قبل ما ينتشر المرض يلزم اللقح، ومش كي ينتشر المرض. شنو كان يلزمنا نعمله سيد احمد وقت اللي المرض انتشر في الجزائر؟ شنو كان لازم نعمله؟ معروفه علميا كي يبدا في المناطق الحدوديه تعمل اليقظه الوبائيه، معناها ترد بالك، ما تخليش تعس بالباهي، تسكر الحد بالباهي باش الحيوانات ما تدخلش. باش تقول لي انا قلنا ينتقل عبر الذباب والنواقل، يلزم نحثوا الفلاحه ونعملوا حملات توعويه ونقول لهم ما نخلوش هاك الحشرات تتكاثر. كيفاش؟ ما نخلوش هاك الماء الراكد، ننظفوا الاسطبلات ونستعملوا المبيدات بصفه علميه، على خاطر ردوا بالنا ما نستعملوش المبيدات كيما يجي. دونك هذون النصائح وقتها اللي عطيناهم وقلناهم باش ما يتكثرش البعوض، باش ما يعديش العدوى، وما نهزوش هاك الحيوانات اللي كان حيوان مرض يلزم يصير عليه حجر صحي، ووقتها ويلزم في وقتها نلقحوا اللونتوراج نتاع البلاصه وين ثم المرض، حتى ريون تاع 50 كيلومتر 30 انت والبلاصه. دونك هذا كون صار في اوت ما يصيرش، ما نوصلوش ل 60 بؤره تو، وما نوصلوش لتسع ولايات تمسوا. وللامانه ما دام نشر في 9 ولايات، الولايات هذونا في الشمال الغربي، في الشمال، في الجنوب، في الوسط، معناها راهم مازالوا. شنو هي الولايات المعنيه اليوم سيد احمد؟ شنو هي الولايات المعنيه؟ 9 ولايات اللي تمسوا الشمال الغربي، ثم جندوب، باجا، سليان، الكاف، سيدي بوزيد، نابل، المستير، اريانا، تونس. نورمالمون هذون، ورغم هذون تم الاعلان عنهم. اما ناكد لك ثم ولايات اخرى، وناكد لك 60 بؤره، قلت لك البارح تتكلم ولا قبل بنهارين 40 تو 60 واكثر من 60، معناها راهو يلزم خدمه جديه. باش تقول لي وشنو هو تحكي؟ على خاطر كان ثم هاك التوكيل الصحي، كان سكر علينا باب بلال الفيترينير بريفي يلقحوا ويعملوا اليقظه الوبائيه. من اللي صارت مشكله فك التوكيل الصحي، انا كثرت الامراض، مثلا داء الكلب تو اكثر من 400 حيوان مات بداء الكلب. انا اكثر، كنقول لك اكثر، في اخر نوفمبر وصلنا لاكثر من 4 حيوانات بداء الكلب، فيهم كلاب وقطاطس وبقر،
هذا الجلد العقدي سنرد بينها اول مره باش نحكيها. الحمى القلاعيه راهي موجوده في تونس، ما يلزمش نخبوها تو باش ما تنتشرش، هكا اول مره باش نجبدها وباش نحكيها باش الناس الفلاحه يردوا بالهم ما يهزوش تو حيواناتهم للاسواق، وباش خاطر ثم الحمى القلاعيه اللي هو ثاني مرض خطير برشا، وبريسك قضينا عليه في السنوات الفايته بالتوكيل الصحي، كي صار تراخي وتلاعب في التوكيل الصحي هذا، دونك هكا الامراض بدات تراجع. والامراض هذه نعاود راي امراض خاضعه للتراتيب، بما معنى حسب الفصل 27 للقانون 95 امراض شديده العدوى وتتسبب في خسائر اقتصاديه فادحه. الحمد لله شنو هي الخطوره نتاعها سيدي احمد؟ شنو هي الخطوره نتاعها؟ نعم. شنو هي الخطوره نتاعها؟ هو مرض خاضع للتراتيب، الخطوره هو شديد العدوى ويتسبب في خسائر اقتصاديه فادحه، معناها فلاح عنده 20 بقره كان يمرض له منها 8 9 ما عادوش ينضجوا، دونك خسائر اقتصاديه. هو مرض خاضع للتراتيب قلنا شده العدوى والخسائر الاقتصاديه الفادحه، الخسائر في قله الانتاج على خاطر الحيوان مريض، ونسبه الوفيات توصل حتى ل 20%، تو ما تجاوزتش 5%، اما تنجم توصل حتى ل 20%. شنو ما لي سامبتوم سي يدخل البلاد هكا كي تونس ينجم يوصل نسبه المرض حتى 80%. يا لطيف. هذاك علاش كنا شددنا. شنو ما لي سامبتوم؟ شنو هي المظاهر نتاعو المرض هذا؟ كيفاش هو ماهوش صعيب، هو مرض الجلد العقدي، معناها ثم عقد على مستوى الجلد والحمى. معناها ما هوش صعيب، ثم عقد دينودول على مستوى الجلد مع حمى، الحيوان ما عادش ياكل ما عادش ينتج، معاك انا بقره نتاع حليب كان جل نتاع تسمين يضعف وينجم يموت. سفيان يتوجه لك بسؤال. سيد احمد، هل يمكن ان تنتقل العدوى من الماشيه للبشر؟ لا هذا مرض قلنا في خاطر هو مرض خاضع للتراتيب فيه ثلاث حاجات، يا شديد العدوى، الخسائر الاقتصاديه الفادحه، او الانتقال الى الانسان. هذا ما هوش كيما السل والحمى الملطيه ما ينتقلش للبشر. هو راهو الفيروس كيما الفيروس الجدري، جدري القراده وجدري العباد وجدري النعاج، اما هذا لحد الان خاص بالابقار، ربي يستر نهار ما يتبدلش ويولي ينتقل للاغنام ولا، اما لحد الان راهو خاص كان بالابقار. والحمى القلاعيه اللي قلت اللي بدات توجد في تونس، هل هي تنتقل من ماشيه لماشيه من الابقار لل هم هي من من, 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 من وهل تنتقل من الحيوانات للبشر؟ الحمى القلاعيه تصيب المسترات، معناها الابقار وخاصه المعيز والابقار والنعاج وحتى الابل. لهنا البشر ما تقلقهمش، تعمل كي الانبوله في الصبع، اما ما تقلقش، معناها ما هياش خطيره على البشر حتى لا يمس، ما هياش حاجه كبيره، ما تقلقش. اما تتسبب ثاني شديده العدوى، ما فيها عدوى كبيره جدا وفيها خسائر اقتصاديه فادحه. ونذكر لو عدد الابقار في تونس نقص برشا، وين نتكلموا وعلاش نتكلموا؟ باش نحافظوا على ما تبقى من قطيع الابقار. وعلاش نتكلموا؟ علاش انتم مشكورين توصلونا في صوتنا؟ راهو سبب نجاح كل استراتيجيه كي سوا وقائيه ولا علاجيه هو الانتيسيباسيون، معناها يلزم تعلم الناس باش ترد بالها، باش تعرف باش تتصرف. كما قلنا لهنا هذه امراض منقوله عبر الحشرات، يلزمنا ننظفوا المياه الراكده، يلزمنا نداووا على الحشرات، ما نهزوش حيواناتنا الاسواق، خاطر ينجم يكون حيوان حامل للفيروسات هذه ولو ما يظهرش عليه ويتعدى. هذاك ليش راهو نتكلموا مش على حاجه، اما باش نحموا قطيعنا. سيد احمد، ذكر ضيفنا عميد البياطرة سيد احمد رجب. هاجر تتوجه لك بسؤال سيد احمد. سيد احمد، انت حكيت على الاجراءات الوقائيه اللي ما خذيناهاش في الوقت، وهذه حاجه تعديت وباقي، معناتها قلت فما زاد وقايه، ما نهزوش الحيوانات للسوق الى اخره، ننظفوا الاسطبل الى اخره، لكن كونكريتمون توا شنو لازمنا نعملوا باش نحدوا من المرض هذا ما ينتشرش؟ تو يلزم راهو يلزم التلقيح على الاقل عامين. شوف كنا المرة الأولى كنا جاي حصرنا البؤرة بركة في جندوبة، يبقى المرض محصول في جندوبة ونجموا نقضوا عليه. الحيوانات المرضوا المرة الأولى نحاصروهم ونجموا نذبحوهم واللقح والانتوراج نتاعهم وما يتعداش للولايات الأخرى. تو قدر الله وما شاء فعل، الله غالب. تو يلزمنا
باش اللقح. وهنا بربي الخلاصة من هذا الكل، هك الجملة اللي ما يحبوش يفهموها برشا ناس، راهو كي نعملوا الوقاية نربحوا من 10 ل 30 مرة. بما معنى كون عملنا الوقاية في البلاصة اللي صارت في جندوب، واش باش نصرف؟ شوية بركة فلوس. تو برا لقحت على 24 ولاية، واصرف على 24 ولاية باش تصرف أكثر من 30 مرة كون خدمت في الصيف. هذا هو ليكزومبل اللي نحب نوصله. راي القولة العلمية الوقاية خير من العلاج، والوقاية تربحنا من 10 ل 30 مرة. هذا مثال جيد للشيء هكا. كون توقينا في جندوبة ما يتمسوش الولايات الأخرى وما يصيرش اللي ساير تو، وربي يستر. ومرة أخرى سيد أحمد قاعدين نخلصوا في التلكة فيما في فيما يتعلق بالتوكيل الصحي. بالتوكيل الصحي وبالممارسات نتاع وزارة الفلاحة، على خاطر اللي يتكلم ما تعرف يتوقف. ونتذكر أنا باش نحكي لكم حاجة، أول ما دخلت في إذاعة، والله ما نعرفش معاكم ولا في إذاعة أخرى، كومنتير وقت اللي قلت ردوا بينا راه يسمى مرض عابر للحدود. واش معناها مرض عابر للحدود؟ ما تخافش كان في جنبك راه ينجم من المسؤول المسؤول على اليقظه الوبائيه قال لك لا غلط، صعيب برشا باش يدخل. انا اللي حز في نفسي واللي قلقني كان راه مسؤولين من نوع هذا. دونك نفشل نفشل نفشل، معناها هذا اللي قلق، معناها هذا يقلق برشا. خاطر هذا نحكوا بالعلم، نحكوا بالعلم. راهو علاش كي نبدو نقرر نقولوا مرض عابر للحدود، معناها قد ما نردوا بينا وراهو شوي مش يخرجوا مسؤولين. لا لا تعمل في البال بلا، يتهموك اللي انت تعمل في البال بلا وتشاوش، راهو كان لازم تشكو بيك ووقفوك. هاي المشكله اللي تخوف، معناها سانسيرمون راه والله صدقوني انا ما هاش نحب نتكلم في الاعلام، بس نبدو واضحين على خاطر ديجا هكا. هاي هانا اعطيني مثلا باش نسالكم، ها تبارك الله انتم الاول 4-5 مرات حكيت معاكم على المرض هذا ولا اجراء صار. معناها شكرا لك سيد عميد البياطرة. شكرا لك سيد احمد رجب عميد البياطرة. نذكر مرض الجلد العقدي اللي انتشر في 9 ولايات حسب عميد البياطرة، وجانا من الجزائر، وكان من الممكن الحد على الاقل من هالإصابات هذية، بما أنه مرض معدي لكنه لا غير معدي للبشر، هو معدي بين الحيوانات. قراءة في عناوين النشرة المفصلة بجينا بعد ساعة من الآن. هاجر الماجري.